ريوش هي طبب، خليتها حتى بردات. انا غادي نحيدها في البول، انتما كتشوفوها. هنا كيبان لينا شكلاط، كنشوفو شكلاط، كنشوفو نوازيت. انا ما درتش فيها بزاف شوكولا، درت شويه. نتوما ديرو لي يعجبكم، ديرو زبيب، ديرو لي زامون، اللوز او قرقاع او اللي بغيتو. فوالا كومي سورتي الى بريوش. دابا غادي نشوفوها كيفاش جيرها من الداخل. Maintenant, on va la couper et on va voir comment il est. Bismillah. 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 Attends. كلها مفشفشها. دابا البنات شفتو معايا كيفاش عجنت هاد لابريوش. العجينة تاعها ماشي ثقيلة، العجينة خفيفة بحال العجينة ديال الشفنج. انا غنخليها هكا، شفتوه؟ إذا تبعتو كيف تبعتو الطريقة اللي درت لها غادي تخرج لكم بحال هكذا. يلا هالبنات، كنتمنى باش هاد الفيديو تكون عجبتكم وعند حسن الظن ديالكم، حتى نتوما ديرو واحد لابغيوش تخرج لكم بحال هكا مفشفشة دايره بحال الشفنج. تفطروا بها او ديروا بها البوتي او ديروا بها اللي يعجبكم، تشربوا معاها مع كاس تاع اتاي. تقدروا تزيدوا لها شويه الكونفيتور ولا نوتيلا ولا شويه زبده، ديبون كل واحد واشنو كياكل. فوالا لو ريزولتا دو ما بريوش دو اجوردي. ان شاء الله جيم بيان كو سيت فيديو فو بليرا. Et aussi, vous aussi, vous allez essayer la même brioche. Vous avez vu comment est la pâte. C'est une pâte de beignet, le beignet marocain. Voilà, la pâte, elle était molle. Elle est faite avec du lait. Et vous avez vu tous les ingrédients que j'ai mis. À peu près 500 grammes de farine. Elle qui kaffira 500 غرام ديال الفرينه. ثم ديروا المقادير اللي يعجبكم، ولكن الا بغيتوا تتبعوا هذا الشكل ديالي ديروا 500 غرام. البنات كنتمنى لكم يوم سعيد، يوم زوين، نتمنى لكم الصحه والسلامه والعافيه. وما ننساش نشكر جميع البنات اللي كيدخلوا القناه ديال لاله شريفه، كيدعموا القناه وكيكتبوا لي كومونتير. كنشكركم بزاف 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 نتوما في القلب. يلا البنات الدراري، كنقول لكم السلام عليكم. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتلاقاو في واحد الفيديو تكون زوينه، وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون الجديد في القناه ديال لاله شريفه. انتظروا ودائما تابعوا القناه، غادي يكون عندنا فيها الجديد، غادي يعجبكم بزاف بزاف. يلا كنبغيكم، السلام عليكم، كنبغيكم، تما في القلب كنبوسكم بوسة كبيرة. يلا السلام عليكم.